القاهرة، أهلا بكم. الأسبوع اللي فات انتهت حلقتنا باتصال تليفوني الحقيقة فرح كل المشاهدين ومصر كلها، لما اتقال فيه أنه الطفلة تاليا عايشة. تاليا الطفلة اللي والدتها بتدور عليها ليها سنتين، واللي اتهمت والدها أنه خطفها، واللي قالت في الحلقة اللي فاتت أنه وصلها رسالة جات لها بأنه بنتك ماتت. تعالوا نفتكر مع بعض ونرجع. أنا مش عارف أعمل إيه، أنا كنت جاية بقول لكم رجعوا لي بنتي، أنا النهاردة جاية أقول لكم فين بنتي؟ بنتي عايشة ولا مش عايشة؟ بنتي موجودة في الدنيا ولا مش موجودة في الدنيا؟ بنتي فين؟ دكتورة بسمة، دكتورة بسمة، البنت بخير وخلي أمها تهدى بس كده عشان تفهم، خلي لو تاخد الرقم بتاعي عشان أنا مش حافظاها الرقم الجديد، تكلميه أمها مش هتكلمي. طيب بنتك عايشة أهي؟ انتي اطمنتي؟ انتي اطمنتي ان بنتك عايشة يا مدام رضوى؟ وانا هاخدك شخصية وهنكلم وزارة الداخلية دلوقتي ان هم يقولولنا نعمل ايه، ما نعملش حاجة غير لما هم يقولولنا نتصرف ازاي. بس انا برجو من مباحث العاشر ان احنا يتواصلوا معانا ويشوفولنا حل دلوقتي. انا هضطر اقفل الهوا عشان نقوم بسرعة نلحق. مشاهدينا، طبعا احنا بعد الحلقة طلعنا مباشرة بالأم على اسم العاشر، بس الحقيقة للأسف ما لقيناش البنت، أو ما لقيوش البنت، وما زال البحث مستمر، وبنثق في جهود الشرطة، واثقين أنه رجال الشرطة في اسكندرية هيكونوا زي رجال العاشر المحترمين والمتعاونين، لأننا واثقين 100% أن شرطتنا عظيمة وبيشتغلوا باحتراف، وهيرجعوا البنت ان شاء الله لحضن مامتها. والحقيقة احنا يعني النهاردة بننتهزها فرصة، لانه الاعلام الايجابي ان احنا زي ما بنطلع سلبيات لازم نطلع ايجابيات. بنشكر رجال الشرطة اللي وقفوا معانا وساعدونا في مدينة العاشر من رمضان، وتحديدا سيادة اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير امن الشرقية، وسيادة اللواء محمد والي مدير مباحث الشرقية، وسيادة اللواء منصور لاشين مساعد فرقة العاشر من رمضان، والعقيد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر، والعميد أشرف الدمرداش مأمور اسم أول العاشر. كل الناس دي يا جماعة كانت الحقيقة مهتمة جدا بالموضوع، وكانوا على مستوى مهني وخدمي مش طبيعي. في بقى كمان حد الحقيقة عايزة أخصه بالشكر، هو الرائد أحمد غازي. الرائد أحمد غازي رئيس مباحث اسم أول العاشر. يعني الحقيقة أنا يعني معرفش، يمكن الناس تزعل مني كتير، أنا دخلت إقسام كتير في مواضيع البرنامج أو البرامج حياتي الإعلامية، بس الحقيقة أنا لقيت في رئيس المباحث ده يعني كل حاجة بقى، شجاعة وشهامة وحسن خلق وإخلاص وصدق وأمانة ونزاهة واحترام. والحقيقة أنا يعني بتمنى إنه ابني أشوفه زيك. سيادة اللواء أحمد، سيادة الرائد أحمد غازي، يا رب أشوف ابني اللي في الجامعة دلوقتي زيك، بالاحترافية دي والإنسانية دي والشطارة دي. بشكرك جدا جدا، وكمان بشكر النقيبان محمد عقل وحسام بلطة معاونة المباحث باسم أول عاشر. كل الناس بصراحة كانت متعاونة جدا جدا، وكان عندهم يعني قلب، وده الحقيقة بقى يعني ده نموذج للشرطة أو للشرطي اللي احنا بنتمناه ولقيناه، الشرطي الإنسان المحترف اللي هو مش بيطبق بس وخلاص، لا، في إنسانية، ودي حاجة مشرفة بنتشرف بيها الحقيقة يعني في مصر وفي قدام العالم كله. بجدد الشكر الحقيقة مرة تانية من كل قلبي، وبننتظر إن شاء الله إنه عودة تاليا طفلة لوالدتها،
وواثقين في رجال الشرطة ان هم يرجعوا الطفلة لوالدتها ان شاء الله في القريب العاجل. مشاهدينا هنخرج فاصل ونرجع نكمل بقية حلقتنا.